السلام عليكم. طبعا هاي الحالة جتني من أحد الأخوة المتابعين اللي عنده إنه دابة، خوش دابة وسمينة، لكن قومتها صعوبة، مشيتها صعوبة، يعني صعوبة تقوم. ولهذا قلت له هاي الحالة طبعا ظاهرة شائعة ومتواجدة بشكل كبير بالأبقار، خاصة أبقار الحداد، وإذا كانت دابة مثل، وهو نقص الكالسيوم والفيتامينات والمقويات تصير هاي الحالة، وبعض الأحيان يرافقها أيضا التهابات مفاصل أو روماتيزم. فبكل الأحوال أنا قلت له عالج كالسيوم وفيتامينات ومقويات إضافة إلى مضاد التهابات عام، إذا أنت التهابات مفاصل أو روماتيزم أيضا يشتغل عليه. لكن الدابة يجب أن يقوم بعلفها، يعني يعلف علف زين، لأنها نوعية حلاب تحتاج علف زين وبروتين أيضا يعلف زين. الدكتور خالد المضيف.